وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى أرحب بك. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. نعم دكتور مصطفى، مجموعة بريكس اتفقت على آليات للتوسع وضم أعضاء جدد، يعني إلى أي مدى سيتم الموافقة على ضم أعضاء جدد من قبل الدول الأساسية في التجمع، وكيف سيساعد ذلك على تنمية التكتل وتحقيق التقدم من خلاله؟ بكل التأكيد طبعا مجموعة البريكس بترحب بانضمام عدد كبير جدا من الدول، قدر بيهم حتى الوقت الحالي تقريبا 40 دولة، منها الإفريقية ومنها الآسيوية ومنها غير ذلك. وطبعا هذا الأمر في غاية الأهمية لخلق مزيد من الاستثمارات والتنمية المستدامة، زيادة المشروعات ما بين الدول مجموعة البريكس وما بين الدول المجمعة لأكثر من 40 دولة وبالأخص منهم في إفريقيا. وطبعا في كثير من الآليات اللي ممكن في دراستها وإعلانها إن شاء الله غدا من التوصيات بعد إنهاء المؤتمر أو إنهاء القمة. زيادة الاستثمارات هتكون في تشبيهات للبنية التحتية أو مشروعات لزيادة الاستثمارات العالمية ما بينهم وبين بعضهم. والأمر الآخر واللي هو في غاية الأهمية هو كيفية التعامل بالعملات المحلية ما بين الدول وبين بعضها، وهذا الأمر هو ما صرح به النهاردة وتحدث به أكثر من قادة من القادات اللي هم تحدثوا أصحاب قمة البريكس، يعني زي الرئيس الروسي والرئيس الصيني ورئيس جنوب أفريقيا وطبعا رئيس وزراء الهند. هذا الأمر هو الذي كان في غاية الأهمية والدراسة ما بين مجموعة البريكس وما بين كمان مجموعة الـ40 دولة تقريبا المتقدمين. نعم، قمة بريكس في هذه الدورة تحمل شعار بريكس أفريقيا، ووزير الخارجية الروسي شدد على أنها خطوة مهمة لتعميق التفاعل في إطار هذه الصيغة مجموعة الدول بالإضافة إلى القارة الإفريقية. كيف سيتم هذا التعاون بين التكتل والقارة الواعدة؟ كيف يمكن استغلال الإمكانيات البشرية والطبيعية الموجودة في القارة من خلال التعاون مع التكتل؟ القمة طبعا لها بعد ويعني وجهة نظر في غاية الأهمية، هو كيفية الاستثمار مع القارة الإفريقية، وكانت بدايتها في التوقيت الحالي نظرا لتداعيات الاقتصادية العالمية، فاختارت جنوب أفريقيا لتمثل القارة الإفريقية. وطبعا لها من العلاقات مع جميع الدول الإفريقية، يعني بتمهد لمنطقة التجارة الحرة، وطبعا لنا بالعديد من الأمثلة في كيفية زيادة الاستثمارات داخل القارة الإفريقية التي يعني يكون لها تصور خلال دراسات للمشروعات، مثال الطاقة المتجددة، ومثال تحلية المياه، مثال أن يكون في طاقة كهربائية وزيادة عدد المواني، زيادة الطريق الحرير أو للمواني لزيادة الاستفادة من طريق الحرير. هذه القدرات الاستثمارية والمشروعات، هذا في جانب. الجانب الآخر كيفية التنمية في المشروعات أو الصناعات اللي هي من استغلال الثروات الطبيعية داخل القارات، داخل الدول الإفريقية. هذه الأمور أعتقد لها من الدراسات ووضعت أمام قادة مجموعة البريكس. وإن كان الأمر الآخر هو كيفية تقديم قروض ومنح من البنك الآسيوي لدول مجموعة إفريقيا بالكامل عن طريق مجموعة البريكس. الأمر الآخر هو إزاي يكون في استبدال من القروض دي، نعم، ليكون لها استثمارات بالعملات المحلية. نعم دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.